كرام ومادة الزعفران، وهنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، 1000 ريال لكل للمشتركات، هنالك افضل توقيت ايضا للصعوب افضل توقيت. شكرا يا فهيد يا بن علي يا بن سلعان الداعم الرسمي لمكتب المعجز النادر لسباق الهجن العربيه الاصيله، شكرا لكل الداعمين، شكرا لعشاق الاصاله وتراث الاباء والاجداد. هكذا التواصل مستمر ايها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط السادس الخاص للقعدان، مسافتنا هي 1500 متر. اشواط السرعه واشواط التحدي والمنافسه بهذا التحدي الكبير. المقدمة والصدارة هنالك داس وفهد بن صالح المشروم، من يقدم لنا داس؟ ولكن دخول مباشرة، الله يا المعركة منذ البداية طاحنة ما بين الأسماء القوية، دخول مباشرة على المركز الثاني، ووصل ليحمل رقم ممتاز ويحمل أسماء قوية وتحدي كبير. بهذا التحدي الكبير وصل هنالك خناجر لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني، من يقدم لنا خناجر بهذا التحدي الكبير؟ ولكن دخول مباشرة، الله مزعج، وناصر بن عبد الله آل سند الهاجري، ولكن اوه القادم، القادم احلى ليكون متحديا. هنالك سعود بن سلعان من يتحدى بالشوط الثالث والسادس بالترتيب، ووصل نسناس سعود بن علي بن سلعان مع نسناس ليكون متحديا بهذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. ولكن المعركة مزعج، ازعجهم ناصر بن عبد الله آل سند الهاجري، ولكن الامتار المجنونة والحاسمة تاني الاسماء خناجر لسعادة الشيخ عبد الله بن علي، ولكن ازعجهم في الامتار الاخيرة، في الامتار المجنونة. مزعج سلام، مزعج تهانينا والناموس لمالكي. مزعج ناصر بن عبد الله السند الهاجري تاري الاسماء، كان من نصيب. هنالك وصل خناجر لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني ثالث الاسماء، كان من نصيب نسناس وسعود بن علي بن سلعان. التوقيت الزماني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان ساعة وصول، مزعج وازعجهم لخط النهاية 2:42. جزء تهانينا لمالكي مزعج.